ايه يا صاحب مصر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، وما زلنا مع صحيح الإمام مسلم، نسأل الله أن يختم علينا على خير وبركة وأن يرزقنا بعده المسانيد والمعاجم يا رب. وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نسخات الاثبات رواه الله الجماعه. قال: حدثنا ابو معاويه. ابو معاويه محمد بن خازم الضرير ادرك الناس في الاعمش وهو في غيره يضطرب. نعم. قال: ووكيع. مقرون بوكيع من جراح الرئاسي من اثبت الناس. وكيع التنين كان اذا نزل مكه انفضت المجالس من المجلس. قال: عن الاعمش. قال: اعمش سليمان بن مهران من اساطين المحدثين، إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجس. قال: عن عبيد بن حسن وهو من نسخات الأثبات. قال: عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كان الإنسان يدعو لهم: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم قال تصريح أنه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، ثم ساق السند الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، ثم ساق السند الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثم ساق السند قال حاء وحدثني زهير بن حرب، ثم ساق السند إلى معاذ رضي الله عنه ورحمة الله الجميع قال في روايته: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ثم ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم ساق السند لابن عباس رضي الله عنهما ورحمه الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال: حدثنا ابن نمير، ثم ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده. جزاك الله خير. في قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، إلى آخر هذا الحديث، الأسناد كله كوفي. قال: حدثنا وكيع الأعمش عن عبيد الله بن حسن بن حسن عن ابن أبي أوفى، الإسناد كله كفي. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب الذكر، ومنها وجوب الاعتدال لأنه كان يستقيم قائما. قال: ثم اعتدل إيش؟ قائما. نعم. ويستحب بعد الاعتدال قائما أن يقول: ربنا لك الحمد. هذا إذا كان إماما يقول: سمع الله من الحمد، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض من أشياء من بعد. فإن كان منفردا أو مأموما أو إماما له أن يقول، يستحب له أن يقول هذا الدعاء. نعم. ويقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني. نعم. وأيضا له أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من بعد، أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من بعد، من أهل الثناء والمجد،
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك منك الجد منك الجد. وهنا في سمع الله من حمده قال الشافعية المأموم يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد ويقول هذا الدعاء، كما أن الإمام يقول سمع الله من حمده ويقول هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأبو هريرة صلى بالناس فقال سمع الله لمن حمده وقال الدعاء وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول سمع الله من حمده والمأموم يقول سمع الله من حمده وهذا الأقرب. وأما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، هذه بيان لما يقال من الذكر، كما قال ملء السماوات من الأرض من ما شئت من بعد أهل الثناء والمجد. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، هذه مبالغة في الطهارة من الذنوب، يعني أمحو كل أثر ذنب. وقلنا إذا كانت ذنوب أغذار فإن التوبة وإن الحسنات أطهار تأتي عليها فتلغيها. نعم دكتور احنا اعلنا الامر ها وقلنا تحقيق الحق لهم، قلت لهم تاخرنا لاننا كنا مع رجل له حظ ونصيب مع الاحلام تتوالى له يريد ان يتعدى خطا معينا ما استطاع الى ذلك سبيلا يعني، لكن صراحه هو بيتعالى الان يعني هو مجهوده بيعلى وله خساره بتزيد طبعا رمضان اصلا بيتشفف محمود اخده على طاوله البنت يعني كده فهذا كده معناها، لكن صلاح يعني انا احبه جدا واحب اباه جدا، لكن الحمد لله ابوه يعلم ان المساله صعبه جدا والخطر داهم، لانه مهما يتاكد له المجهود ما يستطيع ان ينفز بالسهم الى ما اراد، لكن سدد وقارب ونحن معك ولا تقلق، هزيماتك ستكون سهلة ويسيرة ستتقبلها وتجد أنك قد قطعت مشوارا طويلا عند المجهود. صلاح أنا أحبك في الله والله، لكن هنا الناس أنت الآن اشتهرت على النت بأنك يعني من زمن بعيد تجاهد من أجل أن تصل لشيء فلم تصل إليه، نحن إذا 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 هزمنا متنا ما نستطيع نعيش رضي الله عنك، لكن انا احبه الدكتور صلاح، هذا دكتور راقي جدا واخلاقياته عاليه وهزيمته ايضا بتكون نافعه جدا يعني بتشرح السطر. اسال الله ان يوفقه لكل خير وبر. اذا احنا وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يحتمل ان يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى وما يكسب خطيئه او اثما، قال الخطيئة المعصية بين العبد وبين الرب جل في علاه، والإثم بينه وبين الأدمي. والحقيقة الخطيئة والإثم الاثنان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، في رواية قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، كله بمعنى واحد. وقال اللهم طهرني طهارة كاملة، والمعنى أن يمحى أثر الذنب لا يبقى في الصحيفة فلا يراجع بها يوم القيامة. وهذا من عظيم من واسع كرم الله جل في علاه ومن عظيم فضل الله جل في علاه، بأنه إذا محى الخطيئة والمعصية من الإنسان فإنه لا يراجع فيها يوم القيامة، حتى أن الملائكة يعني تنساها ما تكتب في الصحيفة تمحى من الصحيفة. شوف الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. التقدير أنت أهل الثناء، أنت أهل الثناء وأهل الحمد وأهل المدح سبحانه جل في علاه، وليس أحد أحب عليه المدح من الله جل في علاه. والثناء هو الوصف الجميل والمدح المجد والعظمة ونهاية الشرف. قال أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أكده هو في مسلم وغيره تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطي لما منعت، فاعترض بها وكلنا لك عبد. وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن يحافظ عليه لأن كلنا عباد لله جل في علاه، كلنا عبد لله جل في علاه،
ولا نهمل إنما كان حق ما قال ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له ولا اعتراف وحدانيته. لا مانع لما أعطيت حق ما قاله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أولا تسليم تام للقدر، وإن من شيء اللي عندنا خزائنه وننزله إلى قدر معلوم. ما يقدر الله لابد أن يكون، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فتقدير الله جل في علاه تقدير نافذ لا محالة، وعلى العبد أن يسلم لتقادير الله جل في علاه. هذه العبودية، إذ قال له ربه أسلم، وش قال؟ أسلمت لرب العالم، والإقرار بوحدانية الله جل في علاه، وأن الجد والعظمة والغنى لله وحده لا شريك له، لا ينفع ذلك، فالجد من الله جل في علاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه الحث على الزهادة على الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة لتعمير الآخرة. وقوله ده الجد المشهور فيه بفتح الجيم الجد، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون. قال ابن عبد البر ومنهم من رآه بالكسر، ما لا ينفع ده الجد. وقالوا معناه هنا على ضعف الاجتهاد، أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك. نعم أنت مهما سدده وقاربه ولن تحصى. وأيضا قال لن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، فأوغل فيه بإيش؟ برفق. إن المبتل أرضا أبقى لا ظهرا أبقى والأرض قطع، إنما يصلي أحدكم نشاطه. فأنت تفعل ذلك وتعلم أنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل في علاه، فأنت تسدد وتقارب وتسعى. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل يا رسول الله رأيت ما فعلنا أو ما نعمل، هو يعني فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال لا، بل فيما مضى وانقضى. فقال إذن نتكل على كتابنا، قال لا لا اعملوه فكل ميسر لما خلق له. أنت تعمل وتعلم أنك لن تدخل جنة إلا برحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأنت بالعمل تتأهل لأن تصل رحمة الله جل في علاه، فيدخلك الجنة برحمته سبحانه وجل في علاه. ولذلك أقول لا ينفع ذا الجد منك الجد، أنت الذي توفق، الموفق بحق من وفقه الله توفيقا وتسديدا. ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقيل أن ده الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا لا ينفع، أما الحرص والإقبال على الله يعني ويقول بلسان حالي وعجلت إليك ربي لترضى، هذا الذي ينفع عند ربه جل في علاه. وقيل معناه الإسراع في الهرب، لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك، يعني هربوا فإنه في قبضتك، أين أهرب أين أهرب؟ لا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه، سرارك الحق أن تفر إليه سبحانه جل في علاه. والمشهور هو الجد بفتح الجيم، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا حظ في الدنيا بمال وولد ووجاه وسلطان. والعظمة والسلطان لا تنفع منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح ورضاك عنه. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك واجب على المرء أن ينشغل بما ينفعه، ويعلم أن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. واجعل لسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، وأن تتبع الحسنة الحسنة، وأن تتبع الطاعة الطاعة. واعلم أن المرء إذا كان حريصا على طاعات، فاعلم أن الله قد أثابه عليها أخوات. واعلم أن المرء إن كان حريصا على السيئات لا يندم لا يبكي عليها، اعلم أن الله يعاقبه بأخوات، يعاقبه فيها بأخوات. نسأل الله جل في علاه الثبات والسداد والفلاح والرشاد والنكاء والنجاح، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل والصدق والعمل لدين الله جل في علاه، ونصر السنة وقمع البدعة. ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا الذكر الذي يرضيه عنا. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا
والذاكرة، وهذا من الذكر العظيم حين الاعتدال من الركوع القيام والاعتدال في القيام، فيقول ربنا لك الحمد، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض من شيء بعد أو ملأ ما شئت من شيء بعد. قال اللهم طهرني من ذنوبك ما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وفي الرواية الأخرى قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع ما أعطيت ولا معطي. يبقى حق ما قالوا التسليم للقدر. نعم، الفوائد المستنبطة من علامة صدق الإيمان المصارعة في الطيبات بعد الطيبات: الذنوب أقذار والحسنات أطهار، ولا يبقى قذر مع طهر، ودي من فضل الله لا يبقى. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقال رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي إيه؟ هي أعظم الحسنات. الفائدة الثالثة: اقتداء المأمون بالإمام وقوله سمع الله من حمد ربنا لك الحمد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.